لا تلوميني من فضلك، أنا لست ساحرا ولا عرافا، ولم يتهمني أحد بالعبقرية من قبل. أنا رجل مسن رأى الكثير من الأمور الغريبة، لكنه لم يتعلم قط كيف يتنبأ بما هو آت. هل هذه أقراص مهدئة؟ إذن اعطيني قرصا. لا، فليكن قرصين، إن يدي ترتجف. أعرف هذا، لكني لست من الطراز الهستيري الذي تتبدل حياته بالكامل من أجل حادث مروع كهذا. أنا أعرف نفسي، سوف أستعيد السيطرة بعد أيام. لا، لن أعقر الخمر وأتعاطى المخدرات لو كنت تخشين هذا، فأنا لم أجرب هذه الأشياء طيلة حياتي، ولن أجربها وأنا أعبث بمفتاح باب مقبرتي. ربما لست أنا أحمق لهذا الحد، على الأقل أن اقترحت عليه العكس. كنت أتكلم بالطبع من الناحية الاجتماعية، من ناحية العرف، لكن لا تنكري أنني نصحت. هل نام الأولاد؟ جميل جميل، أعرف أنني أضيف لأعبائك عبئا جديدا بالعناية برجل مسن يرتجف ذعرا. نحن لا نطيق الشيوخ المذعورين، ونفترض أنهم بلغوا من الحكمة مبلغا يمنعهم من الرعب. نتوقع أن يعطونا الإطمئنان ولا يأخذوه. ليكن هذا، أنا لست مذعورا، لنقل أنني منهار عصبيا لا أكثر. أنت زوجتي وسري ورفيقة دربي، فاقبلي مني هذا الضعف. القصة كلها بدأت كما تعرفين بهشام الديب، صديقي القديم. هو محام مشغول دوما، ومن الطراز الذي اعتاد على أن العمل يرحمه من مشاكل البيت. هذا نوع من الهروب معروف. طيلة اليوم هو في مكتبه، بينما الفتاتان تتولى أمرهما زوجته الحازمة النشطة الذكية التي تعرف كل شيء. لا أعتقد أنه يعرف في أي سنة دراسية هما، ولا يعرف الطقوس الغامضة التي يبتاع بها المرء كيلو من الطماطم. توفيت الزوجة أخيرا لتضعه أمام مسؤولياته. هذا مأزق عسير، الفتاتان في سن المراهقة، ولا يمكن أن يتركهما للعناية بنفسيهما. البيت كبير فعلا، عبارة عن فيلا ذات طابقين يحسده عليها كثيرون، لكنه اليوم لا يشعر بأي فخر بها، يشعر أنها ورطة ذات طابقين. هنا جاء أولاد الحلال باقتراح عواطف. سيدة بيت محترمة في 45 من عمرها ولم تتزوج قط، ولسوف يكون دورها مناسبا. الفتاتان تحتاجان إلى أم فقط، أما هو فآلة ضخ أموال يمكن الاستغناء عنه بسهولة لو كانت آلات طبع العملة متاحة للجميع. كان رأيي الخاص أن لا، زوجة الأب هي زوجة الأب. يا أخي لماذا لا تتحمل؟ يمكن أن تأتي لهما بمربية أو مديرة بيت. لكن الرجل لم يجد حلا آخر وسرعان ما تزوج. هل الغرفة مغلقة؟ إذن لماذا أشعر بتيار هواء؟ ربما كان السبب هو توتر أعصابي. لا عليك لا عليك، كانت عواطف طيبة فعلا، ليست جميلة على الإطلاق، وليس فيها أي شيء يحرك مشاعر الرجل، لكنها بالفعل من أسرة محترمة، وخطر لي أنها يمكن بالفعل أن تلعب دور الأم لا زوجة الأب. كانت نشطة، صحيح أنها تفتقر إلى حزم الأم الأصلية، لكن لا بأس، وقد قدرت أن حياة صديقي هشام استقرت نوعا، يمكنه العودة للهرب من مشاكل البيت متظاهرا بأنه منهمك إلى هذا الحد. نعم بالفعل أشعر بتحسن. هل القرص المهدئ بدأ يؤدي عمله؟ ربما أنا أقرب للنعاس. ماذا كنت أقول؟ بدأت المشكلة مع الزينوغلوسيا. نحن نعرف هذه الظاهرة، لكننا لا نعرف أنها زينوغلوسيا. في البداية كانت الفتاة الكبرى مروة تقف مع زوجة أبيها في المطبخ. مروة في السنة الثالثة الإعدادية، وجميلة كالحوريات في الصور. كانت السيدة تعلمها كيف تطهو حساء الخضر، كانت تشرح لها عندما ينفصل السمن عن الصلصة فهذا معناه تسبيك، عندها فقط يمكنك أن تضيفي الخردرشتشت كلينها راسكوناشفا. على الأقل هذا ما نقلته مروة لأبيها. تقول إن زوجته ظلت لخمس دقائق تقول كلمات لا معنى لها على الإطلاق،
والغريب أنها كانت تومئ بيدها وتكلم الفتاة وتشير للطعام، كأن الفتاة يجب أن تفهم هذا. وعندما انتهت عادت تتكلم بالعربية. لما كنت تتكلمين هكذا يا طنط عواطف؟ قالت السيدة: أولا طلبت منك ألا تناديني إلا بلقب ماما. ثانيا من قال أنني قلت أي شيء غريب؟ كنت أشرح لك أننا سنضيف الخضر الآن. مر الحادث بلا تعليق، لكنه تكرر بعد يومين عندما كانت المرأة جالسة مع زوجها تحكي له عن مشاكل مع خالتها. هنا بدأت تتكلم العشر دقائق بتلك اللغة الغريبة. الزوج ظل يرمقها في دهشة ثم راح يهزها كي تتوقف، لكنها ظلت تتكلم كأنها تشرح له أشياء. أنت تعرفين ما حدث بعدها؟ الدائرة التقليدية من الأطباء النفسيين والمشعوذين والمعالجين الروحانيين لا تفسير لها سوى المس الشيطاني. لا بد أن جنيا أجنبيا مسها وجعلها تتكلم بلغته. لا بد أن الرجل قضى أسود ساعات حياته وهو يعالجها، ولا بد أنه سأل نفسه مرارا عما جعله يأتي بهذه المصيبة لبيته، وهو الذي لم يكن يطيق اصطحاب زوجته الأولى لطبيب الأسنان. لكن المرأة لم تشف. ازدادت الحالة تعقيدا، والغريب أن نوبات الكلام بتلك اللغة الغريبة كانت تقترن بشيء من العنف والشراسة، بدا واضحا في أكثر من مرة، حتى إنها لطمت ابنته على خدها مرة. كانت تتنمر وتبدو كأنها ملكة تصدر أوامرها للعبيد. أنت سمعت هذا وضحقت وقلت لي لابد أن عفريت كليوباترا قد تقمصها. على أن صديقي الطبيب النفسي دكتور مصطفى لم يضحك، قال إنها حالة هستيرية واضحة، وهي ذات الحالات التي يتهمون مس الجاني بها. على أنه زارها عدة مرات وأصغى لكلامها، فكان رأيه أنها تتكلم لغة واضحة متماسكة، التركيب والكلمات. لكن كيف؟ المرأة لم تترك بيت أهلها قط، لم تسافر ولم تتعلم جيدا، وهي لا تعرف من الإنجليزية سوى 10 كلمات. قال الدكتور مصطفى: الأمر غريب، هناك حالات موثقة في التاريخ وتشبه هذه الحالة، لم يتم توثيقها علميا إلا بمعرفة البروفيسور أيان ستيفنسون العالم النفسي، لكن تم هذا بمعرفة مؤرخين. الحالة اسمها زينوغلوسيا، وفيها يتكلم الشخص بلغة أجنبية لم يتعلم حرفا منها من قبل. فجأة تفاجأ بابنك يتكلم الألمانية أو البرتغالية بطلاقة. هناك أمثلة دينية لهذا، والغربيون يطلقون عليها اسم الكلام بالألسنة. قلت في دهشة: لكن هذا بالضبط ما يقوله المشعوذون عن مس الجن، وما يقوله الهندوس عن التناسخ. يقولون إن هذا دليل على أنك كنت برتغاليا مثلا في حياة أخرى وما زلت تذكر اللغة. لكن التناسخ كلام فارغ. طبعا، لكن ما قل ما نعرفه عن العقل البشري. رأيي أن زوجة صديقك هذه تمر بحالة زينوغلوسيا واضحة، والمطلوب أن تحضر لي أي شريط يحوي تسجيلا من كلامها. وعدت بأن أحضر له هذا الشريط، وكان الأمر سهلا، لأن الفتاتين بنتي هشام قامتا بتسجيل إحدى هذه النوبات على شريط فيديو. عدت بهذا الشريط لدكتور مصطفى، فقام بتحويل الفيلم إلى صيغة مناسبة للكمبيوتر. لا أفهم هذه الأمور، لكنه يتعامل مع الكمبيوتر ببراعة تامة. لقد وضع هذا الفيلم على شبكة الإنترنت، ثم أرسل سيلا من الخطابات لعشرات الدول يطلب فيها من يعرف هذه اللغة. في الماضي كنت تحتاجين لأن تزوري هيئة الأمم المتحدة أو برج بابل لتعرف الإجابة. هل هناك من يتحرك؟ لا، إن الباب ينغلق. لا مشكلة. في هذا الوقت قرر هشام السفر للأسكندرية وحده لمدة أسبوع، فطلب مني أن أعني بالبنتين. قال لي بصراحة إنه يفكر في الطلاق جديا، لأن زوجته تزداد سوءا وعصبية، لا تكف عن وضع المساحيق والكريم على وجهها، لأن هاجس التقدم في السن يطاردها، أحيانا تضرب البنات. لقد شاء الحظ أن يختار لبنتيه زوجة أب مجنونة، وعليه أن أصحح الخطأ. قال إن علي أن أتصل بالبنتين وأمر على البيت يوميا، وسوف ينهي كل شيء لدى العودة. هكذا رحت وتردد على الفيلا فأدق الجرس،
تفتح لي الخادمة الشابة وتنادي البنتين لأطمئن عليهما من على الباب، ثم أنصرف. أحيانا أبتاع لهما بعض الحلوى أو المجلات، مسكينتان سوى زوجة الأب المجنونة. كنت في داري في ذلك الصباح عندما اتصل بي دكتور مصطفى، قال إنه يرغب في أن يأتي لي بعض الوقت. عندما جاء كان يفكر بعمق، جلس وأخرج مفكرة من جيبه وقال وهو يقلب صفحاتها: جاءني الرد من صديق أوروبي. هذه اللغة رومانية، لا شك في هذا، لغة رومانية من وسط البلاد، منطقة الكربات، لا غبار عليها. طبعا هذا يؤكد كلامي عن الزينوغلوسيا. جميل، وماذا تقول؟ تتكلم عن أنها من أسرة عريقة، وأنها ولدت عام 1560، جدها كان يحارب الأتراك. يبدو أننا دخلنا في خانة تقمص الأرواح فعلا. لا أعرف لماذا تختار الأرواح الرومانية زوجة مصرية هدفا، لكن السؤال كان يتكرر في كل حالة زينوغلوسيا. تذكر المرأة كذلك اسمي ناداسادي ودوركا بلا سبب. ومعنى هذا؟ الروماني الذي رد علي لا يذكر، أما أنا فأجريت بحثا مدققا عبر شبكة الإنترنت عن هذين الاسمين وجدتهما، فأضفت للبحث ألفاظ كربات و1560 وحرب الأتراك، فوجدت اسم باثوري يتكرر بكثرة. ومن هو؟ راح يتصفح الأوراق ثم قال: هي، لا هو، الكونتيسة الرومانية إليزابيث باثوري، فتاة من أسرة عريقة، حارب جدها الأتراك مع فيلاد الولاشي، ولدت عام 1560 وتزوجت من الكونت ناداسادي، وأقامت في قلعة بالكربات. زوجها كان يسافر كثيرا جدا، لذا قررت هي أن تتسلى بتعلم السحر من خادمة عجوز اسمها دوركا. كانت سادية مريضة نفسيا تهوى تعذيب الخادمات وجلدهن، وزادت قسوتها بعد وفاة زوجها، وكانت فكرة الشيخوخة تؤرقها لأن جمالها كان صارخا. ثم وجدت الحل عندما صفعت خادمة شابة لديها، فسال الدم ليغرق يدها هي. بدا لها أن بشرتها استعادت شبابها بفعل دم الخادمة، وهكذا قامت مع الخادمة العجوز بتعليق الخادمة الشابة وقطع وريد عنقها، ثم استصفت دمها واستحمت فيه. منذ ذلك الحين صارت تعلق الخادمات من أقدامهن وتستصفي دمهن لتكرر الشيء ذاته، وكان فرسانها يخطفون الريفيات من القرى المجاورة، ثم بدأت تفعل الشيء ذاته مع النبيلات. سرعان ما بلغت سمعتها مسمع ملك رومانيا الذي أرسل جيشا لاقتحام القلعة وتفتيشها. حسنا، كان ما رأوه هو مشهد من فيلم رعب شنيع. لقد ثبت أنها قتلت نحو 560 فتاة، حوقمت لكنها لم تعدم لنبل أسرتها، وسجنت لعدة أعوام ثم ماتت في 45 تقريبا ميتة طبيعية. إنها مصدر معظم قصص مصاص الدماء التي نعرفها، ربما أكثر من فيلاد الولاشي نفسه الذي اشتهر باسم دراكولا. قلت له مشمئزا: قصة فظيعة، لكن ماذا تحاول قوله؟ قال وهو ينهض: لا شيء، فقط أعرض بعض الحقائق. زوجة صديقك تجيد الرومانية فجأة وتتكلم كملكة وتقلق على بشرتها وتردد كلمات غريبة، فقط كن حذرا. بالفعل قررت أن أكون حذرا. عندما ذهبت إلى فيلا هشام في موعد اليومي كنت حذرا، عندما لم تفتح لي الخادمة الباب كنت حذرا، عندما اتصلت بالهاتف عدة مرات كنت حذرا، حتى عندما عدت مع رجال الشرطة كنت حذرا. لكننا أدركنا أن الفيلا خالية. أخيرا نزلنا إلى القبو، عواطف كانت جالسة على الأرض ذاهلة، لا تعرف كيف حدث هذا ولا من فعله، وكانت تتكلم بالرومانية بلا توقف. رأينا الخطاطيف المعلقة في السقف، ورأينا ذلك البنيو القديم الذي تم وضعه هناك ليتم ملؤه. وعندما رأينا ما يتدلى من الخطاطيف عرفت لماذا لم أرى الخادمة ولا الفتاتين في ذلك اليوم، وعرفت أن دكتور مصطفى عبقري. ناوليني قرصا مهدئا آخر. أعرف أن ثلاثة أقراص جرعة عالية،
لمن كان في سني، لكن من يبالي بجرعات الأدوية اليوم؟ تمت بحمد الله.